بدأت اللجان في محافظة الدقليقية في 19 مركزا ومدينة بانطلاق العمل المنظم. لا يوجد كثير من المشكلات حقيقة منذ الصباح، وبدأ عملية الاستفتاء بتوافد المواطنين لا سيما المغتربين، خاصة وأننا المدينة التي نقف فيها الآن هي عاصمة المحافظة وهي مدينة المنصورة الممتلئة بالطلبة المغتربين والعمال وغيرهم ممن يأتون ويتفاوضون على اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء. ونتعرف أكثر عن عملية التنظيمية أكثر من معالي المحافظ الدكتور كمال شاروبيم. معالي المحافظ أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. كيف تجري العملية حتى الآن؟ ما هي أبرز الملاحظات؟ هل هناك أي عوائق تسير في عملية الانتخاب؟ هل هناك تأخر في اللجان؟ لا، الحمد لله احنا عندنا 23 لجنة عليا و983 لجنة فرعية. احنا متابعين من الصباح الباكر، يمكن كان في تأخر في لجنتين لغاية نص ساعة فاتت، لجنتين ثلاثة كان الخضاة اتأخروا بس في، لكن هم في الطريق. العملية الانتخابية شغالة، الاستفتاء يعني الحمد تنتظم، المواطنين بيتوافدوا تباعا، ويمكن حضرتك شفت النهاردة قدام اللجنة اللي احنا واقفين فيها المواطنين والطلبة بالذات هنا عشان في لجنة قريبة من الجامعة، ففي توافد من الطلاب. الحمد لله العملية منتظمة، كل حاجة ماشية تمام. احنا استعدينا استعداد كويس قوي الحقيقة بالنسبة للجان وتجهيز الخدمات اللي موجودة في اللجان، التأكد من التأمين الكامل للجان والصناديق، راحة المواطنين، توفير اكتر من مصدر للكهرباء. الحقيقة احنا يعني مستعدين كويس الحمد لله. في مدن جديدة انضمت لمحافظة الدقهلية زي المنصورة الجديدة مثلا، هل تم تقديم الخدمات اللوجستية المختلفة، وهل هناك أيضا لجان موجودة داخل هذه المدن؟ لا، هي المنصورة لسه هي تحت الإنشاء، يعني هي لسه يتم عمل فيها أكتر من سنة تقريبا، فهي تحت الإنشاء فما فيهاش لجان. اللجان اللي هي دايما في المدن، لكن في جمصة أكتر من لجنة، فبالتالي هي في الشيخ زايد في أكتر من لجنة، فمدينة جمصة مجاورة مباشرة لمدينة المنصورة الجديدة، وبالتالي احنا هنوفر وسائل مواصلات للعاملين في مدينة المنصورة ان هم يروحوا يدلوا بأصواتهم في مدينة جمصة. هل سيتم تحديد لجان محددة يكون فيها التنظيم أكثر وسهولة خاصة للوافدين؟ لا، هي الوافد يقدر يدلي صوته بأي في مكان، في أي مكان، في أي لجنة بالبطاقة طبعا بالرقم القومي يقدر يدلي بصوته بدون أي مشكلة. فلا، الحمد لله العملية منظمة، ويقدر الوافد احنا مش هنقول له روح لجنة بعينها أو بعد عن مكان سكنك أو مكان عملك، في أقرب لجنة. احنا بالمناسبة في جمصة كمان في منطقة صناعية، في برضو هيبقى في تنظيم للعاملين في المنطقة الصناعية ان هم يتوافدوا ان شاء الله تباعا في خلال الثلاث ايام اللي جايين. كيف يتم التنسيق بينكم انتم جهة تنفيذية بين المحافظة والشرطة والجيش وطبعا الهيئة الوطنية للانتخاب؟ احنا الحقيقة يعني بالنسبة للجهات المهتمة بالانتخابات عملنا اكتر من اجتماع تنظيمي، اكتر من اجتماع عشان المتابعة، مشكلين عدد كبير جدا من الجروبز في على الواتس عشان يبقى في تتابع. عندنا فريق من المتابعة كمان من الشباب بينزل ويتابع ويقول لنا بلغنا اول بسير العملية الانتخابية واذا كانت اي مشاكل هناك. في تواصل طبعا مع اللجنة العليا للانتخابات وبنبلغها باول باول عن اذا كان في مشكلة، وخاصة بالنسبة للسادة القضاة. معالي المحافظ دكتور كمال شاروبيم شكرا جزيلا لك. محافظة الدقهلية ريهام هناك ايضا مشاركة من الاحزاب خاصة حزب النور الذي يقف في الخلف بلافتاته التي تدعو الناس للمشاركة في الاستفتاء على الدستور. كذلك هناك ايضا توافد من طلبة جامعة المنصورة للمشاركة في الاستفتاء، ومن المنتظر او من المتوقع الدقهلية محافظة من المحافظات ذات الثقل والعدد السكاني الكبير ريهام، وهي من محافظات الدلتا، خاصة من المدن الكبرى كالمنصورة وميت غمر وغيرها، بالإضافة طبعا إلى أن هناك ما يقرب من 2500 أو أكثر من 2500 قرية تمتلئ بالمصوتين الذين تدعوهم اللجنة الهيئة
الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المشاركة في هذا الاستفتاء وقول كلمة بالاختيار بين اختيارين، إما الموافقة أو رفض التعديلات على الدستور. والجميع فقط يقولون أو الدعوة الأبرز في شوارع المنصورة وغيرها من مدن الدقهلية هو أن يشارك الناس، هو الهدف الأساسي من المشاركة، وللجميع الحق بإدلاء صوته.